experience at high level. عمره فوق ال 160 سنة. وقف وقف انطوني وقف. بعد كل هالخبرة البوتانية تبعك يعني. إذا أنت كنت نحات. شيل. ولعنة. Good morning, good morning, good morning. الشمس دقناها، الشوبات دقناهن، البرودات دقناهن، وهلا الشتاء. الشتاء الرائع العظيم بهالجبال، الغيوم والخطيطة، وأول شتو هيدي السنة، الأرض عم تتبارك ونحن هون. قبرص 8 أيام بيخلصوا اليوم، 5 ساعات طريق من الجبل، نيكوسيا، برمي، شخص بدي روح شوفه عنده ترويقة رائعة، نزلة على أيانابا، رجع على لارنكا، وكتيرة كمان. احنا نبسط بالطريقة عروية، موسيقى حلوة، صوت الطبيعة، الشجر، الهوايات، الألوان الرائعة، وهيك ببلش النهار. ما تذكرت قبل نص على الترويقة، في كنيسة كتير حلوة بتذكرها، فتت لجوا وقلت أحد من أحلى كنايس شفتهم بحياتي. رح نوقف دقيقة فرجيك إياها إذا بتسمح، ويمكن بتصلي الله بنور لك عليك قبل نروح على الترويقة. مثل ما قلت لكم حلوة كتير كتير كتير، وبتذكر لفتت لي نظري كتير، مش بس هي بس كمان الكنيسة الخشب اللي حدها واحدة من الأقدم، وحتى هون في المطرانية. هيدي الكنيسة ما بتنتمي للكنيسة الوطنية هون، هي انبنت من الروس لألون لكنيستهم، وكمية الذهب اللي جوا مش معقول. Good morning. You remember me? Remember? Wow! How are you? How are you? Very good. I told you I'm coming back. Very, very, very special. I told you I'm coming back. Hello. No way. It's coming. Coming. Nazura. Nazura. Yeah, come. Meza. Hello. How are you? That is good. Very happy to see you again. Very happy to see you again. سألت له أنا راجع لأن حبيته كتير. هلا بخبركم عن السموك تميت اللي عنده إياهم والترويقة الغير شكل. This is Armenia Pasturman. باستورما، أرمينيا باستورما. أوكي. فينا أقول إنه هلأ صرت أفهم فيهم، يعني بالسفرة اللي قبلها ما كنت أفهم ليش فيها هالقد لحمة، من بعد ما برامنا هالجمعة كلها سوا وبرامنا على السموكت هاوس وإتسترا، صار نفهم ليش هالقد اللحمة عندهم مهمة. هو بيعملون هي أوبنز أونلي ساتردي آند ساندي، بيفتح بس سبت أحد، وكل الجمعة بيشتغلون. شو بدكم لحومات عندهم؟ هلأ كان عم يخبرنا إنه في كتير لبنانية عم بيجوا لعندهم من ورا الفيديو تبعنا، كتير مبسوط، فيري براود، وبير ستيكس. نايس.
شو بدكن عنده؟ Come by. This is the legend. This is the pork leg with bone. It's like the and Spanish, maturing for 1 year. 1 year. One year. Now it's ready. Nice. And you have it sliced? Yeah, sliced and cubes. Okay. افتح بس سبت احد بذكركم هيك نفوت على المطبخ نقول تو ذا كيتشن. سألتنا عن جد على الطريق قلت هلا لك انه قبل الكوع قلت لي انت معقول يتذكرك؟ اي والله عن جد مش مقبول تذكرك من الشارع من هونيك وبلش صرخ ويعيط ويولول عامل قويها قلت له كيف بدي يتذكرني انا بيقطع عليه 100 واحد نزل استقبلنا من السياره مش معقول ايه ورجع قال بعدين انه سألته كيف بتذكرك قال لك ولا ما في 100 لبناني صار جاي امبارح الحلقه اكل هون وقال بيحضر كل حلقات كل يوم عشيه بالعربي عم رح يتعلم لبناني عن جد توماتو انكس Beautiful, beautiful, beautiful. Very good. Thank you so much. This is amazing. طيب نرجع نخبركم نحن وين؟ نحن وين؟ نحن عند فيليمون يفساسيس. يعني إذا بتطلعوا على 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 يوتيوب مرة الماضي حطيت له فيديو حبيته لدرجة إنه بعتقد العالم كله حكيت فيه. حبيته رفع قلبي على الموضوع وجيت لعنده وصورنا عنده وهلا برجع بحط لكم إياه على جوجل مابس هي وين. هذا الزلمة العظيم بيشتغل من قلبه بس سبته أحد عندهم معمل بيعملوا كل أنواع اللحومات والسوسجز وسبته أحد بعد الصحون عم تجي بيستقبلوكن بـ International High End Quality Breakfast الأوتيلات ما بتعطيه بس فيه نفس الضيعة وبدكن تسوقه من أقرب محل من نيكوسيا أو غيره تقريباً شي نص ساعة أو 40 دقيقة نحن سألنا اليوم الصبح ساعة وعشر دقايق من نيكوسيا تقريباً بتذكر مرة الماضي 45 دقيقة وبيعمل صحون كريمة حلوة كبيرة بتتصور طيبة هاي شو هاي فيش عشر بيضات وكل يوم وكل مرة innovation ورا innovation جواكامولا عنده روعة التاكو هاي شو هاي طنجرة عائلة 15 شخص وبيستقبلكم بضحكة كتير حلوة مفول كل الطاولات reserved طيب خان تصورهم دوما محل ما البيض بينفخ مثل الخبز سوبر اكستريملي جوسي مش اكل هيك بيض بحياتي محل ما بتاكل جديدة بدها تعمل ضجة وطنية جواكامولي عنده الخبز البيضة amazing والخبزة مع هاي تيتا ما عملتها هيدا بس هيدا بتحرق لسان لأنه إيدي عم يحترق بس شفتوا الحب شفتوا كمية الحب والإحساس والحنان النوبل انه شو بده بس رائع مش معقول النفس اللي بقلبه مش معقول
مش معقول هيدي مع leg of pork. خبزته ساوردو بريد تبعهم جواكامول اللي بيعملوه امبرسيف. رجعني من لبنان، سوقنا ساعة ونص ساعتين وبرات الطريق وما بيستاهل. بيستاهل سوبر. ما بتقدر تكون عم تنتبه على أكلك وجاي لعنده، ما بتقدر تكون واصل بدك تاكل بس صحن بيض وتقول له مرحبا وتبوسه وتفل يبلش الصحون تجي على الطاولة. ما بتقدر ما يدوقك كل شيء عم تتخيله من أنواع اللحومات الموجودة هون. مش معقول شو طيب السوسيس، مش معقول، ما بتشبه ولا واحدة أكلناها هون. أنا حسيت في أوروبا، أرمينيا، أبرس كلهم مخلوطين مع بعض. هون عنا بسطرمة التكستشر تبعها، التكستشر تبعها مثل الكباب بالعراق، طعمتها اوف. أسبوع بأرمينيا اوف، وبهارات حدية الحموضة. منكفي هون. شو معقول طعمة الخشب، ريحة الحياة، وأشهر الشغل. ما بيفسروا كلمات، اكسبيرينس على غير ليفل. بيفتح 9 بتجوا 9 بتضلكم تاكلوا ل 12 بتفقعوا نومي من 12 لل 4 بعد الظهر. أنا عندي 4 ساعات سويقة، مشان هيك رح أوقف. وإذا بقبرص أو جايين على قبرص بتحطوه على التوب ليست، يعني محل سياحية هو كيف نحن بعلبك made by nature. هون جد شي. This is the popasto. This is the taste and smell of happiness. Smells so good, so good. Odd. صرنا متردين عطلين رسار جاي يدوك. Exactly. رح خليك اليوم لك قديش بحبك وآخر السفرة وتحملتك جمعة العكس. الدوق انت وانت تبلش. I'll give you the honors. انا رح ياخد الفيزاليس امور اونكاج اسمه. ليك انت بلش كمان لانه ما كنت عدى على مصلحتك. انا برجع باكل بعدين. لا لا مش عاقبل، مش عاقبل. لكن بدك تقبل. من فوق شيء مثل القريشة، دبل خبزة اللي اكلناها قبل شوي مع البيض، ريد فروتس، بومجرانيت، عسل. هو خلص انا بعد ما نقلت على الصحن. واو، the healthy flavor of the village. فيها من بان بيردو بس healthy، يعني ما فيها تخبيص، ما فيها عجقة، ما فيها جلغمة، فيها طعمة الضيعة البريئة، فيها لوز، فيها فراولة، strawberries، blueberries، فريز، فيزاليس، وكل شيء قالوا صح. مزبوط. واو، مش معقول. خبزة، بس خبزة عمل منها أسطورة. Oh mon dieu. Thank you so much. Thank you very much. I really love you. You're very close to the next time. Of come. Course, very soon. Yes. Thank you. And I will tell everybody all around the world to come and visit you because your food is exceptional, your meat is exceptional, and you are exceptional. Okay. Thank you very much. Thank you very much. عم نفهم على بعضنا بلغة الأكل، عم نفهم على بعضنا بلغة التحكي. بيحكي إنجليزي أنجا هو 3-4 كلمات بس عم نفهم على بعضنا كتير منيح. وعائلتي بلبنان تحس اللي حسيته.
رح أخذ لهم شوية لحمة والله راد نرجع نزوره بكل سفرة حتى لو بعيد من حي الله مدينة بس بيستاهل. رح تشوفوا ورا العجقة والناس وبيوتهم. نسينا شيء؟ ما نسينا شيء يا شباب. ساعة ونص طريق. هلا مارك ساعة جديدة هلا الحين على ينابا دغري؟ بحر وقصص وهيك وبكيني بدك تاس. ايانابا هير وي كام. رح نفرجيكم ايانابا مش البحورة، السياحة والاشياء الحلوة والاشياء الواحد يكتشفها. بتكونوا ماشيين بالسيارة وإز وقف 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 أنتوني وقف شجرة شجرة شجرة. هاي شو الشجرة يا مارك؟ أول شي بس سألهم أنت مش هالقد مهضوم، لأنه إذا على كل شجرة بدي وقف وقفتلك أنا وقفنا أكثر. هيدي بسموها شجرة العشق، أوكي؟ هي بقى نابا. ليش مهمة؟ لأنه قبل كانت كل هالمنطقة شجر مثلها، بس تقطعوا كتير وبقيت هي لوحدها، وحبوا يتركوها كسيمبل أنه تذكروا كيف كان قبل، وإذا بدنا لنحمي لبعدين هالأشجار. هي جنيبرس فينيسيا، يعني أكيد كمان نوع من اللذاب. عمرها فوق 160 سنة، طولها تقريبا بالسبع متر. شجرة مهمة بس كرمال السيمبول تبعها تنحافظ عليها بهالمنطقة. نحن منعيش ومنربى وبيخبرونا انه اللذاب هو هالشجرة اللي بتطلع فوق الارز على اعلى جبالنا. كيف عندهم اللذاب على البحر خبرنا؟ هلا اكيد عم نحكي عن لذابتنا بلبنان، لانه بغير بلدان جنيبرس اكشلسا بتطلع اوطى. هلا هون هيدي غير وحده، جنيبرس فينيسيا يلي اللذاب هي شجرة كتير، يعني بتقدر تعمل ادابتاسيون، فيها تعيش على العالي فيها تعيش على البحر. الفكرة انه 100 متر بعيد عن البحر بهالمطرح اللي كتير صحراوي بتقدر تعيش. فرجي قديه الشجرة عندها قوة ادابتاسيون خيالية بسبب جزعة بسبب وراقة وهيك. شكلها مثل البلاستيك. هيدي بعد ما شفنا منها لهلا. صح. عن جامعة البلاستيك. هلا إذا هيك بعد كل هالخبرة البوتانية تبعك، يعني لازم تعرف إنه زهرتها مثل الشومر، مزبوط؟ في ناس بسموها شومر البحر هيدا، أو نبتة البحر موجودة عنا بلبنان اسمها كريستوم ماريتيموم، يعني الكريست ماريتيم. فيك تكبسها دوقها. هول بنعمل منهم كبيس. هلا في واحدة تانية بس هيدا مثل الفنويل. هلا نحن نسميها حشيشة البحر 100%. هلا بيكبسوا هول مش هول؟ بيكبسوا بس هول. انت عم تحكي عنهم فيني كلهم؟ ايه يلا كل فيها طعمة البحر. كتير طيبة، طعمة الملح. يعني ساعت لحنا بناكل حشيشة البحر بكبيس ومنفكر انه ومنستطعم الملح، انا بفكر مرات كان انه يمكن بشيلوه من تحت المي او بزيدوا له ملح، بس لا ملح. خبرهم انه من بس 30 سنه كنت عم تتساءل ما بدك نتصور مع هالبلانت، ما بدك تسمع عنا، وليك هلا انا خبرهم كاني مشاهد عم بتخانقني مع مشاهدينا اخر حلقه. انطوني بس تخيل قديه هيدي الشجر شتله كمان عندها ادابتاسيون خياليه تقدر تعيش هون بين الصخور على فرشه الموج. وقديش اتس هارش كلايمت، يعني تقدر تعيش علميه عن جد مثل الكاوتشوك، مثل هيدي اللي بينطفوا فيها. مثل سفنج. مش كاوتشوك. ايه هيدي اللي انا اتسكل، انت تقدر تعيش هي هون كمان. هيدي طريقتها لتحافظ على حالها. هلا بس سوري جبتنا لهون سقنا نص ساعه من الطريق كرمال نشوفها، ما في منك انا اقرب؟ لا هي بتطلع بس على فقشه الموج هون بهالمنطقه. طيب
جينا على ينبا لأنه بدنا نفرجي العالم أنه بآخر نهار أنه عادة على ينبا كل واحد عنده فكرة عنه، بس واحد في يجي على ينبا ليشوف قديش أصلا الكوستال أريا حتى بروتكتد على عكس الأشياء البعيدة اللي هونيك. هون كله 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 بروتكتد، يعني بتمشي وين مكان في نباتات كتير حلوة، فيك تعمل هايك تريلز، فيك تشوف الجروت وين مكان المحافظين عليهم، وفي حتى سنتر هو بعلمك كل شيء عن المنطقة، سنتر للتوعية البيئية، فيك تعلم عن حيوانات المنطقة، نباتات المنطقة، واللي بحب هالمناظر في يجي لهون. واحد بيقدر يقضي على القليل نهار كامل بأي نبا بلا ما يلمس ميو. شو بعد في؟ هلا انت اخذت صور بتعقد، ان شاء الله هيك تكون صورت منيح مثل ما لازم نفرج الجمال. هون في فورست حد البحر، فيها خروب، فيها بطن، وفيها زيتون حد البحر، هيدا كله البيزاج تبع هون. هلا هي الشجره اللي ورانا مع انه شفناها كثير طرقات، هي اسمها اكاسيا سالينيا او الميموزا، نحن بنشوفها كثير. هيدي من الشجر الانفيزيف، بالوزاره هلا عاملين حملات كامبينز ليشيلوها، لانه ما لازم يبقى بهيك مطرح نباتات انفيزيف من غير مطرح، وهيك كمان بنكون عم نحافظ على التراديسيون تبعنا. حلو، لكن ايانابا اكثر بكثير من البحوره، من ايانابا السنتر اللي هو البار وكل المسابح بتروحوا صوب الحدود على الصخره، اشياء كثير حلوه عم بتصير. هلا عم بتقلي انه في زيتون طالع هيك بالطبيعه هون على البحر؟ لو انت بس طلع بالك شوي بعد اكثر فلورا كنت فرجيك اياهم، هون قطعنا حدهم بعقده كل واحد احد الثاني، بس تعال نروح نشوف هناك. انجوي تفضل. نرجع نخبى السيارة مش شتي. وصلنا هلا على بارك كتير كبير، في أكثر من 50 لوحة صخرية كتير مهمة أو منحوتة، وحدوا فيه الكاكتوس بارك. بتصفوا بالأول وبتمشوا أكثر من 400 متر للآخر. نباتات، صخور، فن، شتي، شمس، هوا، من جميعه. قال قبل شوي قلت 50، شو 50؟ اكيد اكثر من 50، صورت وبعدني بصور وبعدنا عم صور. اني وقت اترككم شيء انتم تشوفوه هون، راح نوقف ونكفي هلا صار دور مارك بالكاكتوس. ابدا ما صار دوري. لقيت هون صخره، اذا انت كنت نحات وبدك تعمل مكتبك تعملها هيك. صرنا بالديزرت جاردن. هذا الشيء كثير مهم، لانه الكاكتوس والديزرت بلانتس يعني لازم واحد اذا بدك ينحني عاد ما عندهم ادابتاسيون. فهول النباتات بيجمعهم انه فين يعيشوا بالصحراء بحراره كثير عاليه، كل وحده منهم لقيت طريقتها لتقدر تعيش بهذا المطرح اكيد. وهون ما عم نلاقي بس الكاكتوس تبع اللي بيطلعوا اذا بدك بالبريه، هون كل شيء اسمه كاكتوس او ساكرنت عايش كليا بالجزيره، ان كان مزروع وان كان لا. فهيدي كولكشن منهم، خلينا نشوف اذا بنلاقي كم واحدة انترستنج. هول اسمهم الاوبونسيا كاكتوس. هلا هيدا الابيض هو العادة شيء بعرف اذا بكسرها رح ينزل يطلع احمر، شفتون مثل الدم. هيدا هو الاصلي الروش كرما، يعني هيدا عادة ببلدان مثل مكسيكو بربوا هيدا الكاكتوس بس تربوا هول الحشرات تيعملوا منه هيدا الأحمر يلي هو فود كولورنت، غالي بينباع، بسموها كاكتوس فارمينج أو كوشني فارمينج، بس تربي الحشرة مش الكاكتوس. وعندهم على فكرة بسموا هيدا الأوبونسيا فيكوس انديكا الكاكتوس بسموها نوباليس، ما بعرف إذا أكل منهم. الورق اللي عم تشوفه هلا هيك هو من أطيب الأكلات اللي لازم تذوقها. وهي الحشرة بتكسرها، هيدي كأنه ضميتها إذا بدك، كأنه اللي بيطلعوا هالكولورنت. ليك
توت توت دو شيل. هلا هيدا عم نشوف اجاف. الاجاف في كثير انواع، في الاجاف اللي بيعملوا منها تيكيلا، وفي الاجاف اللي بنسميها سيزال اللي بيعملوا منها فايبرز، يعني هول مثل حبال هيك، هول بيصيروا روبس بينعمل منهم تياب، بينعمل منهم حبال، كلها من هيدا النبته قد ما فيها فايبرز. وحتى في ناس تعمل منها يعني اذا بدك تياب غير شكل تنباع، بيلبسوها كانوا الملوك بالترايبز عندهم. هون بصير الاشياء الغاليه مثل هول كاكتوسز، مثل هونيك الدازيليوريون، هيدا شتله رائعه، وهيدا انتوني دراجون فروت. بس المهم خبرك هون انه عندنا هون حدنا الالوي، هاي اللي شكلها هيك مبينه واضحه، هاي الالوي فيرا اصلا اسمها مش الوي فيرا، هي اسمها غير شيء كليا، واللي بغلطوا فيها كثير بيزرعوها ببيعوها از الوي فيرا. هي هون هيدا اسمها الوي اربوريسانس، يعني بتشوفها هيك مثل شجره. هلا تعال نعرفهم، عندك الشكل وعندك الزهره اللي بتطلع صفراء اورانج بالثانيه، هيك فيها نميزهم من بعضهم. هيدا اسمها اجاف امريكانا، هون عندها مثل دبوس، هيدا كانوا يشكوا فيه ويقطبوا قد ما قوي، ومثل ما قلت قبل بيطلع منه مثل حبال. إذا بتطلع الأجاف بتعيش فترة كتير كبيرة، بعدين بتزهر هالزهرة الكبيرة، لما تزهر هيدي الزهرة رح تموت وولادها بيطلعوا. بس مثل بكل شيء بالطبيعة إذا عرفنا نستفيد منه، غير إنه بيعملوا منها أكيد الأجاف سيرب، هيدي بقصوها بأمريكا اللاتينية وبيعملوا آلة موسيقية ما بعرف إذا بتعرفها طويلة كتير اسمها ديجيريدو، من هيدي بيعملوها. كتير حلو. كتير مبسوطين هون كريم؟ لا بس وقت اللي بشوف حاله علينا كتير حلو، معلوماته حلوين. الكاكتوس هيدا الشيء اللي بقطع هيك مدعوس عليه انه عادي. لا لا واو، هالبارت من اهم الاشياء بايانابا. وين راح هلا مارك؟ مارك حشيشة البحر؟ لا ابدا. هلا نحن لو عم نسمي انه هون كاكتوس جاردن، هو اسمه كاكتوس اند ديزرت جاردن، وشي نهار بنعمل الفرق بين كاكتوس والاوفوربيا لانه في كثير اغلاط بيناتهم. هيدا اسمه اوفوربيا تريو كالي، يلي هي عمليا بسموها بنسل كاكتوس لانه ليك كمان هيك تشبه شوي الالم. هلا في كثير اخبار عنها، هيدا مثلا بالمانيا بيستعملوها لكريسماس. اهم شيء نعرف انه اللاتكس تبع الابيض سام كثير، وهيدي عندها قصة مهمة. كالفن يلي هو بتصور هو ذاته اللي عمل دوغري كالفن، اكتشف انه هيدي النبتة فيها تعيش بمطارح ما بيعيش شي غيرها، ونفس الوقت فيها نعمل منها فيول، فوقتها اقترحوا انه ليه ما بنزرع منها لنعمل بيو فيول من هيدي النبتة. هيدي كمان نوع من الأوبونسيا. الأوبونسيا هن هول اللي كنا نشوفهم هنيك اللي عندهم راكات. بس تخبرك معلومة مهمة، هول النباتات بما هن صحراوية بالمطرح الطبيعي اللي هن بيعيشوا فيه، العصافير ما كتير رح تجي على الظهر يعني تتعمل من بولينيشن ولا الحشرات، فبيتكلوا كتير على البات. في كتير منهم بس بزهروا بالليل ليوم او ليومين، ولو ما من البات يلي هو البطوات، كتير من نباتات الصحراء حتى ما كان فيهم يتكاثروا، لازم نتعلم اكتر واكتر نحترم الحيوان. هي خلص الموسم، خفت العجقة، هالشي اللي منحبه كتير. هيدا المناطق كلها سوا اللي هلأ فاضية بالليل ترجع هيك بتتنشط شوي محل السهر. فتشنا على تافرن تراديشنال، أكل تقليدي بعيد عن البحر وعن العجقة، وبعتقد لقينا طلبنا. فرح نوقف، صوروا على جوجل مابس حلوين، في اشياء جديدة، فاصوليا ما أكلنا قبل، لحمة مع بالصوص تو اند سو اون، اسمه هونغري هورس.
دولمادس رائعين. دولمادس رائعين. نستحلي هالشيء من جمعة. هي أول وقفة. موسكا مع لحمة مفرومة، كوسة، باذنجان، جبنة، بشاميل، لا أكلاتهم طيبين، أكلاتهم طيبين، شكله محل سياحي. وبرجع بقول لكم ضجة ضجة بشكل مش معقول، تليفون ما عم بيهدا يدق، عامل فيكساسيون عليه، بس أكل التقليدي البيتي هذا الشيء كان عم بيأكله رفل. كلافتيكو، كلافتيكو معمولة بفن، شقفة مثل ما هي، مش ملفوفة بوراق أو بشرايط أو بطنجرة مثل ما شفتها قبل. عن جد أكلتهم كتير طيبين. هيدي الغنمة اللي عرفته مع كل الفات اللي هي وبتدوب مثل الزبدة، البطاطا حتى، الخضرة. العظمة اللي عم بتفك عنا قد ما مشغولة صح. الغار رائعة. لا شغل صح. تذكروا من يومين أكلنا استيفادو بس كان أرنب. عبال الدوق الأساسية الأصلية اللي هي بتنعمل مع نبيد، مع بندورة، مع سينمون، مع كلوفز. طعم من عن جد من روعة. مع هون مستعملين خل، بطري لحمة تصير مثل الشاورما. البهارات كتير حلوين. البصل بيعطيها كاراميلايزد فيلينج. رز عجنة بأي نفا بمنطقة السياحة بامتياز. في أكل تقليدي طيب. صحون كريمين كبار. هاي Enjoyable last lunch. Very nice. هيا بتربح. تقريبا ساعة من أيانابا، نص ساعة من نارلاكا، بتوصل على محل اسمه The Golden Donkey Farm. هي مش بس عن الدونكيز، هي عندهم زيت زيتون، زيتون، عندهم منتوجات الحمير، يعني حليب الحمير، آيس كريم، دونكي ميلك آيس كريم، وكتير أشياء تانية. باركور للأولاد والكبار. بيبلش بشو ببلش؟ عم بعيطوا لنا. أنت عرفت تحكي لغتهم يعني؟ بشو ببلش؟ بهيدي الزيتون اللي كتير كتير كبيرة، إذا بدك تعرفوا قد ايه كبيرة لازم نوقف حدها يعني، بس هيك تشوفها نحن هالقد قدام. 1500 سنة عرضها ما بعرف. مقبول. يعني 5-6 أمتار. هيدي من أكبر زيتونات أنا عن جد بشوفها بحياتي، هالقد كبيرة. هلا بس نخبر إنه صعب تحدد عمرها للزيتونة لأنه ما عندها رينجز من جوا بتفضى. صح. فبصير صعب، بصيرك تعمل كربون 14 ديتينج، بس إنه مبين قد ايه إمبرسيف. والإمبرسيف أكتر أنه برغم من كبرة بعدها بتعطي كتير زيتون. مزبوط. نحن زيتوناتنا بشعلة كمان قديم، وكمان يمكن 2000 أو 3 أو 4، بس زيتوناتنا بالبين أغلبيتهم بفوخروا من جوا. هيدا من القليل اللي بعدها مثل ما هي مبرومة برم ومش مكسورة. My name is Pieris Georgiadis. I am from Famagusta and I'm living now in this place, in Scarino. Why do you like donkeys? Why donkeys? Donkeys
I like it because I like all animals. But donkeys are so nice animals and so good animals, and they have a big history in Cyprus, over than 2,000 years. So in the old time, everybody used donkeys for working. But today, of course, we don't use the donkeys, going to die. So we create the farm here to give them a life. It's important to keep the donkeys alive. Sure, yes. They're very important. They probably help men harvest olives. They help men open roads. In the old time, they did everything, the donkeys. Of course, today, we don't need them. But we use them here just to come the people to see them, to leave donkeys forever in Cyprus. Not one day to look for donkeys and to not have even one. They're good for therapy for kids with problems. Yes, onotherapy. They call this therapy. Kids coming with problems, becoming friends with the donkeys, and donkeys give them their soul and their energy and becoming also the children well. Milk is important. Milk is good for health. It's an antibiotic, natural antibiotic. And use the people they need it. And there are many people need it because of many problems in that no another one medicine can help. We invite everyone to come and discover donkeys, the art of donkeys, let's call it. Yes, art of donkeys, yes. We have a lot of clients from Lebanon. Thank you. بنبلش نخبر عن الحمار يلي مظلوم. بنبلش نقول له انت مظلوم، احنا ظالمينك، بنعتذر منك. هيدا حماره. ما اختلفنا. الحمار هو عكس ما الناس بتفكر، منه اهبل. ولا واحد يا حمار، هن غلطانين بحقهم. فنحن بنعتذر قبل ما نبلش. حيوان كتير رايق. بيستعملوه كرمال ثيرابيز، بيروق وبيروق الحيوانات اللي حده، حتى بيروق الناس اللي حده. كتير ذكي، عكس ما الناس بتفكر. وما نفعه أكتر. مظبوط. لما يتيس ما يعمل شغلة هو بس لأنه بيكون عملياً ما بده يعملها لأنه حاسس في دانجر، يعني بيعرف يعمل حسابات أنه هذه خطر أنا ما بعملها، مش هيك بخبطوه أوقات لا يعمل هالأشياء. هو من أقوى الحيوانات، بيقدر يمشي لحتى 60 ميل من دون ما يشرب، من دون ما يأكل، بيقدر يحمل تقل كتير كبير عليه. عنده شغلتين كمان هيك مميزين، هو ماشي بيقدر الأربع أجرين تبعه يشوفهم كل وقت، هذا بتخليه عربش بطريقه كثير مهمه. مش هيك كانوا يقولوا انه طرقات لبنان وبركه قبرص عاملين على الحمير. والدينان تبعه بخلوه كمان يبورد، هذا شغله كمان كثير كثير مهمه عندهم. وما بحب كثير الشتاء الحمار لانه الوبر تبعه منه ووتر بروف. الذكر بيحارب من قدام، الانتاية بتحارب من ورا، مشان بيقولوا خليكم بعيد عنا لانه ما قلتوا البطكن. ومثل ما شفتوا هو حيوان بيحب الانسان، دايما بيقرب. هلا بيشتغلوا ترايبز كمان، اذا انتبهتوا بالحلقه اللي قبلها كان في دايما واحد عم بيقشط الاكلات للبقيه. والحلو فيهم انه شوي مثل الناس، مثل الماميفير، بيقعدوا اثنين اثنين بيحبوا بعضهم، بيصير عندهم اصدقاء مع بعضهم، بيعيشوا ان ترايبل برينسيبل. والحمار يعتبر ولازم يعتبر، في تقريبا شي 40 مليون حمار بالعالم، ولا بحياته راح تموتوا اذا فينا نقول، بس احنا عنا افكار انه عاطله. وبلبنان هلا خاصه مع غلاء المازوت، مش بس هوني كمان عالميا عم ترجع موتوا اذا فينا نقول، وبلشنا نعرف اهميته اكثر واكثر. حليب الحمير شغله مهمه، كثير مهمه، كثير 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 غاليه. وبنرجع نحكي بالموضوع من بعد ما ندوق. بعتبركم اول مره باكل دونكي ميلك آيس كريم، وبيعمل ليكور وبيعمل كل الشيء تاني. ما أهضمو. على سيرة ما أهضمو، عندهم best friends، وحتى بيقولوا إذا حمار أعمى بيقدر يتصاحب مع حمار تاني ليقدر يساعده يروح ويمشي يمين شمال ويقدر يلاقي الطريق. بعتقد مبينة من ورا بتشوفوا اللي كنا عم نحكي عنهم دايماً،
في ناس فكرت انه هول بيرسموا له صليب على ظهره. لا هيدا طبيعيا هيك نوع من الحمير. مش معقول شو حلو شو شو يعني جيروزالم دونكي يلي هو بيصير فيه صليب على ظهره بيقولوا انه المسيح فات على اورشليم عليه. واو بس قعدوا حده خليه يحس رواقكم وحسوا رواقه. برمل ظهره انه كان فيه شوي شكله مثل الزابر هيدا. بتصيروا تعرفوا عنهم اكثر بتصيروا تلاقوهم كثير مهضومين وكثير حلوين. بتصيروا تطلعوا فيه وتشوفوا جلده تشوفوا ديناه طلعانه حيوان كثير حلو. نرجع لهون طلعوا بتفرق بين واحد وواحد كيف بيكون مثلا ناعم ديناه طوال هون ملونين. هيدا اكثر قريب هيك شوي لحصان. بيوتيفل. وساعات بيكون صغير بيكون اكثر عليه اكثر اكثر عليه وبر بيرجع بعدين بيملس. عشان هيك بالشتاء ما كثير بحب الشتاء. ننتبه على هذا الموضوع. هيدا شو هيدا قرب للبغل يمكن. الصوت اللي عم بيعملوه شهيق او نهيق ما بعرف شو اسمه مزبوط. هو كتير سبيسيال لالهم. ما بيعملوا الحصان ما بيعملوا البغل بيعملوا ساعات بيفوت هواء وبيظهر هواء يعني مثل الصفيره زيت شيء. بيعملوا عدة محلات او تيقول بدي اكل او تيعيط لاصحابه الحمير او بقلب ساعات بيكون فلتين بالطبيعه تيقدر يوصل صوته ابعد شيء ممكن تيقدر يعيط لاصحابه او بس تيقول انا هون عم بلعب العاب عم بلعب اتسلى. بس يعني صرح هلا عمل صوت بس بقى محله كفت حياته. يعني رقبناه هل طلع بحدا هل طلع شيء. يمكن حدا زعجه لانه عم بياكله هلا اجى وجينا وقت الاكل على القد. يمكن زعجه حدا من اصحابه مثل ما انتبهنا دائما الدومينو بصير يبعد البقيه فصرخ انه حلوا عني بدي اكل جوعان مش عارف خلوه لاكل او شيء هيك. فعلا هيدا حمار. الحصان اخذ كل الشهره والحمار متروك. حصان لانه حلو وعنده كومبيتيشن وفي مسابقات عليه. الحمار ما بيقل شأن كتير مهم كتير حلو كتير كتير حلو ألوانه حلوين واستعماله سوبر مهم بالطبيعة. في نقعد هون بعد ساعتين يعني بس 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 من رقبهم. هيدا وصلنا هلأ على أكبر مزرعة دونكيز بقبرص. مثل ما قلت نص ساعة من لارنكا. حطوها بحساباتكم مرت الجي بتكون على طعم السياحة. مش بس دونكي آيس كريم دونكي ليكور. معروف انه حليب الحمير كتير مهم بيساعد بالسكري بيزيد الاميونيتي بيقوي عنده منافع كتير مهمة وعم يحكى فيه اكتر واكتر. هيدا بلش بالليكور 17% سكرها كتير خفيف. طعمتها كتير طيبة طعمتها كتير طيبة مثل المهلبية. هيدا ندوق البوظة آيس كريم. يوغورت ستايل سوبر يوغورت ستايل مثل بينك بيري كتير حامضة. منا
دلعه وفيها كتير حليب مثل ما مثلا تبع المكفلوري. بالعكس يوغرت يوغرت ما ولا راح ولا اجى. لو سكرت عيونك تفكرت حالي عم باكل يوغرت على المكنه. وعندهم ايس كريم، عندهم بوزه في بقلبها 30% شوكليت. لا شوكليت مبسوط بالقعده فوق حتى عندهم هون. It's a nice experience. قلت له طيب، قال لي بابا فيليبو is the first, is the best. ما تشارع. حبيت المحل. ريفيوز بوزيتيف مش بالغلط. لذيذ مكتوب على الحيطان. حتى ناكل. أنا كان لازم ندوق هيدا المحيط البوزة، لأنه يعني البوزة يلي واضحة كوميرشال يلي يعني موجودة بكل اليونان، بس ما دقناها. جود كريمي آيس كريم. ثمانية أيام من العمر، 8 أيام بتطورخ، 8 أيام ما بينتسوا. أكثر من 100 وقفة، 100 على جوجل مابس فيكم تلحقوها وتشوفوها نحن شو عملنا. اكثر من 15 فيديو او يمكن 20 على يوتيوب. هاي اند كواليتي، 4K كواليتي، ما تصور مثلهم قبل. العالم كلها بتقول ابرس ابرس، مزبوط البحر وابرس السياحه وابرس الهوليديز، بس ابرس اكثر بكثير. كلمه اساسيه فلت فيها هي اولاد العم بيشبهونا كثير، وبنوقف مع بعضنا وبنشبه بعضنا كثير كثير، لاني بامن بالبركه وبالخير. بلشت بالشمس وقضينا وقت كثير حلو، وهلا عم تخلص بالشتاء يلي هي تشاري اون توب. جمعه ما بتنتسى، اسبوع من العمر مع هذا الزلمه العظيم. وفيني خبر لاولادي اني قضيت وقت رائع. حلو عن جد. تعرفنا على قبرص قد ايه هي خضره، قد ايه فيها تنوع، قد ايه محافظين على طبيعتهم، قد ايه الدوله هون بتخطط وبتعمل وعملت من بلدها ديستنيشن. فتنا على التفاصيل تبع على شرايين على قبرص، تعرفنا على اصغر شجره واكبر شجره، تعرفنا على نبتتهم وشجرتهم وحيوان قبرص. رح نفرجي قديش في بايودايفرسيتي بهذا الشيء، ونفس الوقت اكيد يعني تعلمنا لنتعلمنا بعدين كيف نرجع نحسن بلدنا من هالبلد الكتير صغير اللي بيشبهنا. وانا حبيت هذا الشعب، حبيت الكرم تبعهم، وانا كمان اذا بدك كنت لكي كان معنا هذا الزلمه العظيم. انا بقول تعرفنا على اكلاتهم، على هالشعب، على النظافة، على احترام البلد، على كل التقاليد والعوايد. قبرص ما بحق إلا بس حلقة واحدة لأنه بتستاهل 4 مينيموم. إن الله راد نرجع نلتقى فيكم بموسم جديد، بحلقة جديدة، بأجواء تانية. وهلأ من هون منفل، منقول لهم باي، منقول لهم مرسي، ومرجع على أحلى بلد بالعالم يلي هو بلدنا. ومش هنيتش رح تكمل أكيد. يعني ختامها مسك، ختامها مسك على الاخر. تشيري اون توب، سيريسيو ليغاتو، يعني توب نوتش. انت وصي على المطار، خلصنا سكرنا الحلقه، نو جارليك نو اونينز لوجو قطع، وهلا نحن بالسولت ليك. شغله عظيمه عظيمه عظيمه، ببلش من اللون الزهر، الملح ورا، شغله كثير عظيمه على اساس قفيناهم قدرنا نعملها. بلشت تغرز شوي شوي اكثر، بلشت المي تبين. عم نحكي عن ملح، ملح ملح اكل، ملح زهر بيرجع بيقلب ابيض. في واحد يقدر يمشي تقريبا 4 كيلومتر هيك ساعه بتكون مجمده كلها سوا. بتعبي مي بالشتاء، طيبين، بتعبي مي بالشتاء بتضلها بالصيفيه مجمده. في 4 ليكس بلارناكا، هيدا الثاني اكبر واحد، بعد في اكبر منه. بيبهر لا عن جد. هيدا نلف وتشوفه. اول شيء ريفلكشن ابيض ازرق، الشمس مش ضاربة اليوم، the colors بيبهروا العين. وفيكم تصيروا تقربوا شوي شوي شوي. ليك جرب، إذا سبحت هونيك بتفوش. لا هو قاسي قاسي، كله مبين مثل كأنه في مي بس هو قاسي. شو حلوين الريفلكشنز. وهيك بنقلكم هالمرة باي قبل ما الطيارة نقفيها. مارك جا جا أريير أريير، ما تطلع جا أريير جا أريير. لكن محبة محبة. قرب لهون قرب لهون. حلوين لو بيرجعوا.
أنتوني نزل الدرون جيبه لعنا. So نفرجي أنا أحمل لك جاكيتك. أنا بدي أكل وطني، بدي أكل لبنان. هو بيدفع التليفون.